لا لا نغالط الحقائق، في نهاية الأمر مباراة الديربي الفائز فيها طبعا هي جرعة معنوية يصحح كل مشاكله وأخطائه، بينما الفريق المهزوم ربما يعاني إلى فترات. اليوم شفنا الهدف الأول لأبو بدر، يعني صراحة جملة تكتيكية من محيط الرعب الحقيقي، يعني جوليانو مرابط حمد الله، كانت جملة تكتيكية تدل على مستوى الفريق وعلى أنه هناك في عمل كبير من المدرب من اللاعبين. أنا أقول للنصراويين للأمانة أضفتوا للدوري الآن في الجولات الأخيرة روح جميلة، استمروا على هذا المستوى. الكاسب الأكبر من هذه العودة للنصر هو الدوري والمنافسة بشكل عام. صحيح صحيح.